فيصل، ناس كثير يقول اسأل بندر يعطينا سي في عن حياته، يعطينا عن حياته أكثر، لأن ما عرفنا بندر زين. وثاني شيء اسأله عن سالفة الفروة. بعد أوه هذه فروة. سالفة الفروة. طيب بقولك عن بندر. أنا الأصل من القصيم، أنا ساكن الرياض حاليا. ونعم. سكن الرياض تقريبا من 16 سنة، من أول ما تخرجت من الثانوي. الأصل أنا من القصيم. من مركز على أو مدينة أو مركز اللي يسمى تبع محافظة الأسياحي تسمى قبة أو ذبة يسمونها. سلمت. طيب درست فيها مرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، تخرجت من الثانوي نقلنا الرياض. ما شاء الله. يعني أنا كل ربعنا وأساسا من القصيم. من شغل الوالد أو طبعا أنا كثير ترى الناس يسألوني بندر العلي، وش بندر العلي ذا؟ ما يدري وشو. أنا أرجع حربي. ونعم. مليون. علوي حربي من القصيم. ونعم. عمري تقريبا 33 سنة. مجالي أشتغل في المجال العقارات ومجال الموارد البشرية. أها. هي. كيف العقارات معكم اليوم ذي؟ والله ركود، لكن العقار لابن البر، يمرض ولا يموت. أها. زمان الكلام ذا. لا الحين ما عليه، العقار فيه خير. زمان سنة وأنت 3 ريالي وتريالي. لا 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 في خير، لا في خير اللي بيه والله في خير. طيب سلام. مهتم في الأعمال التطوعية طبعا في مجال السوشيال ميديا، هذا اهتمامي الأول. لأن أنا ما جيت أصلا هنا. يعني أصلاً لك زيارات للمستشفيات ولل إيه كثير زيارات. إيش تبي أنت؟ زيارات كثير أنا والشباب. مشاركات في إيه عندنا حملات كثيرة تبرع بالدم، حملات حمثل حملة ألف فروة العام بشت العام هذه. هذه طلعنا العام حملة ألف فروة، سوينا حملة أنا والشباب، أنا وحمد النحيت، تعرف حمد النحيت، محمد الشريف، عبد العزيز الدريس، مجموعة من الشباب من خيانة الإعلاميين، سوينا حملة كيف؟ اتفقنا مع محل فرع، عرفت؟ أنت تبي تتبرع فروة، تدق تقول أنا أبي أشتري 10 فرع. خلاص تحول الفلوس يحجز لنا 10. يتصل فلان، فتحنا مجال اتصالات، بعدين يعني جمعنا آلاف الفرع. آلاف. بعدين دق علينا مؤسسة مسك قالوا خلاص وقفوا التبرعات، احنا تبنى الفكرة اي شيء تبون احنا نوفر لكم، تبع الامير محمد بن سلمان الله يطول في عمره. ما شاء الله. ايه يعني تبنى هم الفكرة. هذه هي سالفة الفري. الفرع انا اقول لك احنا